السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل أصدقائي وأحبابي ومشاهدي ومشتركين ومتابعي قناة دكتور محمد عبده على الحب دايما نلتقي بفضل الله تعالى. اليوم يا شباب على السبورة هنشتغل شغل يصلح للقنفص ويصلح للحوائط والديكورات. شباب الناس اللي بتسأل على رسم الزجاج، إن شاء الله نقدر نرسم النهاردة مع بعض كأس زجاجي وفيه وردة والأوراق الخضراء بتاعتها. بداية نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة للعالمين. وكالعادة بطلب من حضراتكم لايك أسفل الفيديو دعما لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك أول مرة زورنا في القناة، يسعدني اشتراك حضرتك في القناة وتفعيلك لزر الجرس حتى يصلك كل جديد. شباب في البداية احنا بنخطط الكأس بهذا الشكل، وطبعا انا بكون مخطط الكأس بتاعتي بالقلم الرصاص وبدوس عليها كده بالقلم الفلوماستر لان اللون ده هيستمر معايا لاخر الرسمة، فبحتاج ان انا اضغط عليه كده بقلم ثابت بهذا الشكل. طبعا الكأس بيكون واخد هذا الشكل، في اكتر من شكل للكأس ولكن دي شكل الفازة الزجاج اللي هي الشفافة، دي اللي احنا نشتغل عليها ان شاء الله النهاردة، ده النموذج بتاعنا. وهنا بفصل بين الحائط وبين الارضية علشان شغلك يبدو ليك كأنه 3D، فدي الحائط ودي الارضية، ده اللي احنا بنقصده من الخط الافق اللي شدناه دلوقتي. طبعا يا شباب احنا في هذا الفيديو هنتكلم في امور كتيرة جدا، وازاي تمزج الالوان وازاي ترتب خطواتك في الشغل وازاي تظهر الرسمة بتاعتك بشكل جميل حتى لو انت مبتدئ من الصفر تقدر ان شاء الله. لكن كل اللي انا اقدر اقوله لحضرتك ان انا جاي هنا النهاردة علشان ارتب لك الخطوات واقول لك انا شغال ازاي علشان حضرتك تقدر تشغل زي ما انا شغال، او تزيد او تضيف من عندك لمستك انت طبعا وشخصيتك انت تظهر في الشغل. هنا انا طبعا بدأت اشد خط الافق كده، او مش خط الافق بقى، نهاية الجدار او الحائط الخلفية اللي هي وراء الوردة بتاعتنا. الكأس طبعا بتاخد جزئين، جزء من الحائط وجزء من الارضية اللي موجودة عليها الكأس زي ما حضرتك شايف. فالشريط التيب بيعدي كده معاك على الكأس. هنا عايز اقول لك ازاي تملى الخلفيه وتعمل خلفيه كويسه، ركز معايا علشان احيانا هتلاقيني بسرع الفيديو علشان الفيديو ما يكونش طويل عليك، لكن الحاجات المهمه قوي انا هقولها لك في الشرح، يعني انت تقدر تلحقها وتحصلها من خلال الشرح يعني والتعليق. دخلت باللون البني ودخلت عليه باللون الاسود، لكن هنا الشغل كله والصنعه كلها في انك تدمج اللونين مع بعض بهذا الشكل. اهو عايز تخف الاسود شويه تزود بني وهكذا يعني. دي مجرد ظلال موجوده على الجدار خلف الورده بتاعتنا وخلف الكاس، فبالفرشه كده وبتملى المسافات البينيه اللي هي بين الورق وبين الورده وبين الكاس والحائط اللي في الخلف. طبعا بزود ظل او فوق وببدا اسحب هذا الظل لاسفل بشكل تدريجي. طب ايه اللي بيساعدنا على تسريحة الالوان؟ ودي النقطة اللي الناس كلها بتسأل فيها، يعني انت الالوان بتبقى سهلة كده معاك انك انت تدمجها بسرعة فنان. طبعا لسبب واحد، وعلى فكرة دي الفرشة بتاعتنا ايه، حبيت اوضحها لان في ناس بتسأل على الفرش، احنا بتجيب فرش غالية ولا رخيصة ولا الفرش نظامها ايه. الفرشة ايه شغالة يمكن تقريبا 4 سنين يعني، ففرشة شغالة ومستوية وجايبة اخرها يعني. فالفكرة هنا مش في نوعية الفرشة، الفكرة في طريقة دمجك للالوان. ايه اللي بيساعد معاك في دمج الالوان من وقت للتاني عشان اللون ما يشدش معاك، لان دي الوان اكريليك؟ بقول لحضرتك حط الفرشه في الميه اول باول ونشفها كده بسرعه، وضيف الميه، ضيف قليل من الماء بتضيفه على اللون مع حركه ايدك السريعه في كل الاتجاهات، بتجد ان اللون يحصل فيه عمليه تسييح او مزج بهذا الشكل. هنقل الشريط التيب لاعلى على الجدار نفسه علشان الخلفية بقى اللي هي او اللون اللي هنشتغل عليه في الارضية او الحامل اللي شايل الفازة او الكأس نفسه هيكون لونه فاتح بالشكل ده. نفس الالوان اللي في الباليتا معاك اللي هو اللون البني، بتاخد منه شعرة بسيطة او مع سنة اسود على الابيض، وبنبدأ اهو نفرش اللون بتاعنا بالشكل ده واحدة واحدة، بنزود ابيض وبندمجه. طبعا الفرشة كده كده مشبعة بلون من اللي انت كنت شغال
بيه من شوية بيكون فيها سنة اسود مع البني كده، فمع الابيض الكتير بيبدأ يديك اللون الكاكاوي ده، يعني درجة فاتحة جدا، وبعد كده بتبدأ تغمق او تزود ظل او تزود درجات اغمق واحدة واحدة تدريجيا يعني. لكن انت هنا الصورة بتكون قدامك اللي انت شغال منها، وبتبدأ تبص بعينك على الصورة وايدك شغالة، يعني انت ازاي هنا المنطقة دي فيها ظل كتير، المنطقة دي فيها ضوء، ده اللي انت دي كل شغلتك ازاي توزع ضوء وظل كويس. ولما الصورة بتبدأ تكتمل امام حضرتك ده بيشجعك وبيفتح نفسك للشغل اكتر. يعني شوف انا هنا كل اللي انا بعمله دلوقت ان انا بمهد الارضية، لان انا هرسم خيال الفازة نفسها على الارضية دي اهو. طبعا الضوء جاي من جهة الشمال، الظل هيكون جهة اليمين بهذا الشكل. شوف انا بدأت بلون غامق قوي اهو، لكن الارضية لسه معاك لينة، فبتبدأ بقى تسحب من اللون الغامق ده وتروح ناحية اليمين كده، وبتسيح اللون مع الارضية، فبيبدأ اللون يخف وبيديك شكل جميل جدا للظل بتاع الفازة اهو بهذا الشكل. طيب لو انا اللون مش يعني شايف ان هو مش عايز يفك معايا كده ويخف معايا بعد ما حطيت لون اسود كده، اقول لحضرتك تقدر تضيف ابيض، بس مع سنه نقطه ميه في الفرشه كده هتسيح معاك اللون بهذا الشكل الجميل. كده انت وزعت الظل يا باشا، وزعنا الظل بتاعنا على الارضيه بالطريقه دي. فهسيب بقى الارضيه واسيب الحائط اللي هو الجدار اللي ورا، انا كده عملت خلفيه جميله جدا اهي، تهيأني نفسيا وتهيأ الصورة بتاعتي بشكل كامل ان انا اقدر اشتغل في الكأس. طيب الكأس بقى كأس ايه؟ كأس زجاجي. طب الناس بتسأل بقى شغل الزجاج ورسم الازاز صعب؟ اقول لك اسهل ما يكون هو رسم الازاز. ليه؟ لان الازاز هو من نفس اللون اللي في الخلفية ورا، ده ازاز يعني شفاف، يعني انت حضرتك هتشوف بعينك من الازازة هتشوف نفس الالوان اللي ورا، لكن بتكون مكسورة سنة، بيكون فيها بعض الظلال وبعض الإضاءات ومكسورة درجة عن الحقيقة اللي ورا، تمام؟ فأنا بدرجة اللون الكاكاوي الغامق الغامق زي لون الأرضية اللي حضرتك كنا شغالين بيها من شوية في الأرض كده أسفل الكأس، هو نفس اللون بس زودته سنة أسود خفيفة، وبدأت أوزع الظل كل الظلال. الاول بتبدا بلون مبدئي يعني كاكاو فاتح سنه، وبتبدا تزود الظلال في الاماكن زي ما متوزعه امامك في الصوره. فحضرتك هتلاحظ كده ان الزجاجه نفسها في بداخلها ظل، مناطق ظل اكثر ظلا، ومناطق يعني ايه بتكون فاتحه خفيف، واماكن اكثر ضوء. هي صنعتك والصنعه كلها هنا في انك انت ازاي توزع الضوء والظل داخل الكأس الزجاجية بهذا الشكل. طبعا الابيض ولسعات الابيض هنا في الزجاج بتفرق معاك كتير قوي، وبتديك اداء يعني بيقربك قوي من شغل الزجاج. لكن لسعات الابيض دي يا ترى بتبقى فين؟ بتكون حريص جدا انك انت توزعها في الاماكن بتاعتها بالظبط، بتكون على الحواف، بتكون في اماكن كده مثلا نهاية المية اللي موجودة في الكأس. كل دي لسعات الابيض اللي انت بتحط بيها المعالم الاساسيه اللي هي ظاهره في الكاس. اتمنى يا رب يكون الشرح واضح. طبعا هنا كده المنسوب بتاع الميه اهو بدا ياخد لون ابيض فاتح لان الاضاءه ساقطه فيه كلها من فوق، وواخد بعض الظل في الكاس من اسفل. فدي الميه اهي حددناها بشكل شبه دائري بهذا الشكل. كل ده احنا بنوزع الظلال عند رقبه الزجاجه اهو، في بعض الظلال واعلى الميه. طبعا الظلال دي داخل الكأس نفسها خدت بال حضرتك، لكن هي مع الضوء، مع الضوء اللي ساقط على الزجاجه ومع الظلال اللي انت بتحطها بتبدا تتكون معاك الصوره بتاعت الكأس. فالزجاج بيكون رسمه على قد ما هو سهل جدا، لكن ان هو صعب في انك انت بس ايه لو ما قدرتش تحدد الضوء والظل اللي داخل الزجاجه بشكل جيد الزجاجه مش هتظهر شفافه. هنا لازم تعمل عمليه انكسار، يعني الورق الاخضر اللي موجود في الميه ده لازم يظهر ليه حته انكسار. يعني انا لما اطلع فوق كده اشوف اكمل الجزء الناقص
اللي انا بلونه دلوقتي الجزء تكملة الورقة الخضرة دي، شوف في انكسار هنا، ما بيبقاش بيبقى متحرك كده، الجزء ده متحرك عن الجزء الاسفل سنة. وجرب انت لما تحط قلم في زجاجة مليانة مية وبص في الجزء اللي فيه المية، هتجد القلم انكسر معاك، ودي خاصية اسمها خاصية الانكسار، دي خاصية فيزيائية صرف يعني. فاحنا هنا بنملأ كل الاوراق، احنا كده طلعنا بالاوراق دي، طلعنا بيها خارج الكأس اهو، واخد الالوان بتاعتها الطبيعية، ما فيهاش اي مشكلة خالص. وبتكمل بقى هنا عند عنق الزجاجة، بتكمل اللون بتاعك عادي خالص كأن ما فيش زجاجة، يعني انت بترسم الوردة كاملة بالورق بتاعها عادي جدا، وبتفرش الالوان بتاعتك اهو. لكن بعد ما بتحط الالوان بالشكل ده، خلي بالك بتجيب الفرشة تحطها في المية كده وتبدأ تسيح. انا هنا بسيح اللون كله، بعيد عليه بالفرشة اهو، بسيحه كله، بخليه كله مية واحدة، ارضية واحدة، لسه ما ادخلش بظل ولا ضوء دلوقتي خالص. يبقى انا بالفرشة هنا بحط الفرشة في سنة مية، اللي في ايدي دي سنة مية بسيطة جدا، وبعيد بيها على اللون كله، بفرشه بخليه لون واحد زي بعضه، كلها ارضية واحدة. هنا بدأت ادخل بدرجة زيت غامق علشان ادي الظل اللي هو الواقع داخل الاوراق، اللي هي اوراق الوردة اللي حضرتك شايفها المساحات الخضراء دي، فيه ظل داخلي ليها اهو، علشان تديك التقوس وتديك الدوران اللي داخل ايه كل ورقة يعني. فكل ورقة من الاوراق الخضراء دي، احنا عندنا كام ورقة؟ عندنا ورقتين طوال لفوق، وورقة على الشمال ملفوفة فيها كده لفة كده، دي كل ده احنا بنفرش الظل بحيث ان هو تظهر امامك هذه الاوراق واخده التجسيم بتاعها، تبقى مجسمه. وعلى حواف الورقه كده الاماكن اللي ساقط فيها الضوء، بتبدا تزود ما بين الابيض والاصفر، ده ابيض اهو، بضيف عليه سنه اصفر، وبصباع ايدي كده بدمجه مع اللون الاخضر، لسه الاخضر ما نشفش، فبيديك شكل واقعي جدا في الشغل اهو كده. ومن الجنب التاني في سنة اضاءة هنا على الورقة، فالورقة اعطيك لفة كده جميلة، وبيظهر في النص الورقة المنطقة الغويطة اللي هي في النص كده، بتبان ايه ان الورقة ملفوفة. ونروح للورقتين الكبار ونبدأ في الحواف بتاعتها حوالين الظل اللي انت حطيته من شوية، بالابيض مع الاصفر، وبصباع ايدك كده وبتسيح يعني. شوف انا عايزك تركز قوي في حركة ايدي، يعني انا بعد ما بحط اللون بدوس عليه بصباعي كده، بسيحه، بعمل له عملية مزج او دمج للون. عند عنق الزجاجة كده مفيش ازاز خالص، انت ما انت شغال في ازاز دلوقتي خالص، سيب كل حاجة دلوقتي يا فنان في المنطقة بتاع عنق الزجاجة دي خلاص. دي ليه؟ لان دي هيبقى فيها الفينش بتاعها اللي هيديك شكل الزجاجة بشكل واقعي وجميل جدا. طبعا ما زلنا في الورقة التانية اهي، اللي هي الواقفة دي على في النص، بنديها برضو الظلال والعنق اللي هو رافع، او اللي هو رافع الوردة كلها، بنديله الاضاءة بتاعته، وبنزود الضوء هنا لان الضوء جاي من على الشمال، فضوء مشبع يعني، المنطقة دي مشبعة ضوء جامد، واللفة بتاع الورقة داخل الزجاجة اهي بتشتغل عادي جدا كأن ده خارج الزجاجة، لكن هو في الاساس بيبان قدامك انه ده داخل الزجاجة، كله ده داخل الزجاجة، بتوزع الضوء توزع الضوء بتاعك بشكل جميل. بعد ما وزعنا الظل بنبدأ نفرش الضوء في الورق الاخضر كله، المساحات الخضراء كلها بالشكل ده اهو. هبطأ السرعة بقى لان دي منطقة مهمة جدا، اللي هي عنق الزجاجة، اللي هو الحافة بتاع الزجاجة من فوق. شفت انا قلت لك ارسم الوردة كاملة، ارسم الاوراق الخضراء دي كاملة، واصبر شوية لانك في الاخر يا دوبك هترسم خط ابيض خفيف فوق، اللي هو حافة الزجاجة من فوق، فتحة الزجاجة، الفوهة بتاع الزجاجة، يا دوبك بتديها لسعة ضوء خفيفة جدا من فوق بالابيض كده، بفرشة قلم رفيعة اهو زي ما حضرتك شايف. والابيض ده مش هتسيبه كله كده يعني، انت لا هنكسره سنة، لان انا عايز بس ايه جزء بسيط جدا يكون هو اللي واضح معايا كحافة للزجاجة. فانا هنا بدأت ادوس عليه اهو من على اليمين ومن على الشمال بدرجة لون علشان اكسره، ويبان لي بس لسعة الابيض اللي هي في النص دي بالبن كده. وببدأ كمان ازود الظل، اكد الظلال بتاعتي تاني داخل الكأس، بدأت الكأس تظهر، وبدأ الورق الاخضر يظهر معاك بشكل 3D، وفيه التجسيم بتاعه ظاهر،
هنا انا بدأت ازود الاماكن اللي فيها الضوء. شايف انت الانتفاخ ده في اخره الضوء مشبع قوي فيه هنا من جهة ايه؟ من جهة اليسار. وهطلع على الوردة باللون الاحمر، خلي بالك، وبملى الوردة بتاعتي عادي خالص، بس اقول لك هتجسمها ازاي دلوقتي، ركز معايا. تقسيم الوردة هنا سهل جدا، انت بعد ما بتملى باللون الاحمر واللون لسه بيكون لين معاك، حط الفرشة في سنة اسود وتبدأ تجسم الوردة بهذا الشكل. طبعا على حواف كل ورقة في الوردة، هي الوردة دي مكونة من حوالي 4-5 ورقات بالكتير، فعلى حافة كل ورقة كده وبتدي لون اسود مختلط بالاحمر بالفرشة كده، بتخطط خطوط خفيفة كده بالاسود تديك ظل داخل الوردة، وبعد كده بتحط الفرشة بتاعتك في لون ابيض مع الاحمر علشان تبدأ تفتح الحواف بتاع كل ورقة من الخارج اهي. بتوزع الضوء اللي موجود، يعني يبقى دلوقتي انا عندي 3 مراحل اعيدهم معاك، ركز فيهم قوي. ايه هما؟ لرسم وردة زي كده او زهرة، دي تعتبر مجرد زهرة، زهرة صغيرة، فهمني ازاي. اول حاجة بملى باللون الاحمر، دي لون مبدئي، تمام. تاني حاجة بدخل بالاحمر مع الاسود علشان اجيب المناطق اللي فيها الظل. تالت حاجة بدخل باللون الابيض مع الاحمر عشان اجيب الاماكن اللي هي فيها ضوء كتير. فهو بأكد هنا برضو اهو على الظل، وبعد كده هختم بالضوء. لمسات بسيطة جدا في الوردة بتظهر معاك بهذا الشكل. هاجي هنا بقى على الحافة بتاعت الزجاجة واظهر الابيض او اكثر ضوء واقع على الحافة دي اهو. شوف بحط له الضوء بتاعه، حاجة بسيطة جدا كده. خليت انت بالحركة دي، خلينا اوراق الوردة كلها، الوردة كلها داخل الكأس. لما كنا بنرسم في الالوان في المساحات الخضراء قلت لك ايه؟ قلت لك الشغل مالكش دعوه بالفوهه بتاع الكأس، لكن الان بعد ما انتهينا منها بنقدر نحط ايه؟ نحط الفوهه بتاع الكأس، حاجه مضيئه كده خفيفه. طبعا انا هنا بوزع الابيض وعندي الانتفاخ من على الشمال من فوق. لاحظت انت ان انا حطيت يعني زي بصبع ايدي كده لسع الضوء قويه جدا موجوده في المكان ده، وابدا احط لها على الحواف الابيض بتاعها دي احط سنه ازرق. شوف الاماكن دي وزعت سنه ازرق بسيطه تديك ضوء داخل الزجاج جميل جدا اهو. لاحظ كده دخلت بالازرق وبدمجه بصباعي كده مع ايه؟ مع الابيض. ادي الازرق اهو تاني، باكد عليه اهو لان ده قريب من اللون الزجاجي، وبدات ازود الابيض بحيث انه يطغى الابيض على الازرق، وسنه برتقالي خفيفه تديك كده احمرار جاي من الجدار اللي في الخلف عاكس فيه الزجاج، سن البرتقاله خفيفه جدا يعني. يبقى كده الزجاجه كملت معانا بشكل جميل. للناس اللي بتسال الزجاج بترسم ازاي، بتركز قوي قوي على الضوء والظل داخل الزجاجه، وهي بتاخد نفس الوان الخلفيه اللي ورا، يعني واخده نفس الوان الاخضر اهو جاي من الوردة اللي انت شغال عليها، وبعض الالوان الغامقة من الدكنة دي من لون الجدار اللي في الخلف زي ما حضرتك شايفه. وهنا هبدأ ااكد بقى في مرحلة نهائية، ااكد على الظل اسفل الزجاجة بالشكل ده. شوف بقى الظل ده هخفه ازاي. انا ببدأ بغامق اهو وادخل عليه بالابيض كده واخفه، وببدأ اوزع الظل في الصورة كلها زي ما هو موجود قدامي. طبعا الفيديو كده على وشك الانتهاء، فقبل النهاية كده بنوزع بقى اضاءات قوية جدا بالابيض كده اهو. شوف شوف المناطق اللي ساقط فيها الضوء، هنا في انعكاس للضوء قوي ضارب في الزجاجة ومنعكس على الارضية اهو اسفل الزجاجة من على الشمال، وبعض الضوء الخفيف اللي هو بيعد كده من الكأس من على اليمين، و كل اللسعات الابيض دي في الفينش بتظهر معاك الكأس الزجاجية. لو وصلت معايا لحد الان ارجو ان حضرتك ما تبخلش علينا بوضع لايك اسفل الفيديو، لايك اسفل الفيديو ده عمل لنا كي نستمر، واشتراك في القناة لو حضرتك اول مرة زورنا في القناة، يسعد اشتراك حضرتك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلك الجديد. وبلسعات الاضاءة القوية دي نكون وصلنا لنهاية الفيديو بتاعنا. تعالوا نرفع التيب علشان نشوف لو دي له حكام فسيبقى شكلها عامل ازاي، او لو على جدارية. اشوفكم على خير في فيديو جديد، اخوكم محمد عبد من جمهورية مصر العربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.